السلام عليكم. عندنا الفصل السابع للصف الثالث متوسط، عندنا التمرين الثالث، دائرة مركزها النقطة O هي 6 8، والنقطة A هي سالب 3 سالب 4. هاي تنتمي لها جد طول قطر الدائرة. الدائرة عندنا هاي الدائرة، هاي نص قطرها، هاي نص القطر هي أور. أو شو تمثل لنا أو؟ أو تمثل لنا هي 6 8 6 8. والأي شو تساوي لنا هنا؟ الأي الأي والنقطة أي تنتمي للدائرة، يعني نقطة أي هي قد هي سالب 3 فارزة سالب 4، يعني هاي نقطة تعتبر على محيط الدائرة. هاي أي والأو هي مركز الدائرة، مركز الدائرة. زين، عندنا هنا إكس وهنا واي، وهنا إكس وهنا واي. راح استخدم قانون المسافة لإيجاد المسافة بين نقطة أو والنقطة أي. النقطة أو والنقطة أي، النقطة أو والنقطة أي هاي تمثل نص القطر. ليش؟ لأن خط أي مستقيم الواصل بين مركز الدائرة والنقطة الموجودة على محيط الدائرة، هاي سموها نص القطر. فالسؤال شنو يطلب من عندي؟ يطلب من عندي أن أجد طول القطر الدائرة. زين، طول قطر الدائرة استخدم قانون المسافة اللي بين الأو وبين الأي، وبعدين أوجد نص القطر. شلون أوجد نص القطر؟ أضرب الجواب مع نص القطر في 2. هسا نشوف الحل حسب القانون. هسا راح أطلع القانون R يعني radius R. أفتح جذر طويل X 2 ناقص X 1 تربيع زائدا Y 2 ناقص Y 1 تربيع. AO الـ R هي AO، AO هو نصف القطر، AO هو نصف قطر، يساوي الجذر. افتحها الـ AO. الـ A شقد عندنا بالسؤال؟ الأي مكتوب سالب 3 سالب 4، والأو عندنا 6 فارزة 8. سالب 3 هو إكس 1 واي 1، هنا أنا إكس 2 واي 2، لأن الأي تجي أول حرف والوراها الأو بالتدريج على التسلسل مال الأحرف الأجنبية. هنا أنا الواحدات، هنا أنا الاثنينات. هسه عاد هذا اني احولهن على شكل ارقام. عندنا اكس 2 شكل اكس 2 6، اكس 2 6 ناقص القانون اكس 1، وين اكس 1؟ سالب 3، هذا اكس 1 سالب 3 زائدا افتح قوس واي 2، شكل واي 2؟ 8 ناقص القانون واي 1، وين واي 1؟ سالب 4. نفتح قوس سالب 4 ونسد القوس تربيع. هسه اي او بعدنا بنصف القطر، بعدنا بنصف القطر. اي او يساوي افتح قوس افتح جذر قصدي افتح القوس. انتبهوا، 6 تنزل هنا القوس يعتبر ضرب، فأقول ناقص في الناقص زائد جذر 2 بعدين زائد قانون أفتح قوس 8 أنزلها. القوس يعتبر ضرب، الناقص في الناقص زائد شنو؟ 4 تربيع. هسه أي أو اللي هو نص القطر، أي أو نص القطر يساوي لنا افتح جذر
عندنا هنا ثلاثة، زين ستة زائد ثلاثة تسعة، تسعة شنو؟ تسعة تربيع، زائدا ثمانية زائد أربعة 12 تربيع. بعدنا أي أو، خلي أبسط أكثر، أي أو نصف القطر، خلي أبسط بعد أكثر لأن حصل تسعة تربيع، يعني مرتين تسعة، يعني تسعة في تسعة إيش قد؟ 81 زائدا 12 تربيع، يعني مرتين 12، يعني 12 في 12 144. اي او ابسط بعد اكثر، اي او اللي هو نصف القطر. عندنا 81 زائد 144 يساوي لنا 225، يساوي لنا شنو؟ يساوي لنا 225. منين جاية 225؟ جاية من 15 في 15، يعني اخذ بس 15، هال 15 ها طلعت لنا نص القطر، نص القطر مع الاي او مع الهاية اي او من المركز الى نقطة من محيط الدائرة. زين اريد اطلع قطر كامل، هذا قطر كامل وهنا منطي نص قطر، شو اسوي؟ لازم اضرب الناتج مع الاي او في 2، الناتج بطلعنا 15، اقول 15 في 2 قد يساوينا 30، اذن القطر 30، اذن القطر قد يساوينا 30 شنو؟ يونيت هاي وحدة قياس، يونيت هاي وحدة قياس، يعني بس ما منطيني لا سنتيمتر ولا منطيني متر ولا منطيني، ما منطيني أي وحدة أو قياس، وأنا من عندي أكتب يونيت، يعني شنو يونيت؟ معناته وحدة قياس. زين هذا كل الحل وشكراً.